رجعنا لكم بجريمه في الكوزينه مع الميمه، والنبي تنفع اغنيه عشان انا طلبت منها اكله، مش هي اكله برضه ولا لا اكله بره جميل المعقوده. احنا ممكن في مصر بنقول عليها المعقده مثلا، بس طبعا ما عندناش حاجه اسمها المعقوده المعقوده يعني. فما تيجي نشوف المعقوده دي ما بتعملها ازاي، عشان انا اول مره اشوفها. يعني ما بقى دي ايه دي عباره ده؟ طب انا درت الكوكوت باش نسرع المرحله. درت الكوكوت فيها تقريبا 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو ديال البطاطا، ونقيتها وعملتها هنا في الطنجره، وعملت لها ملعقه ثوم يابس وملعقه قزبور يابس قزبره. وعملت ثوم وقزبره وشويه فلفل اسود لبزار شويه ديال لبزار وشويه ديال هذاك الخرقوم البلدي الكركم الكركم وملح. أيوة. وعملت لها نص كاس ديال الماء، غير نص كاس ديال الماء باش تسلق. عملتها على نار قليله وخليتها حتى تسلقات. وخصوها انت وخصو ما يبقاش فيها حتى نقطه د الميه، ما يبقاش فيها والو، لازم تكون ناشفه ناشفه. أيوة ما يكونش فيها ناشفه. انت شتي دابا اش غادي ندير؟ دابا غادي نصبها هنا باش نمعكها. حيت عندنا فيها مراحل. دابا ها انت دابا انا غادي نخوي هنايا هاد البطاطا، ها انت ما فيهاش حتى شويه د الماء ما فيهاش. ها انت غادي ندير هكا وغادي نمعك. هعمل كده هدوكيها هدوقها باش تجيلها سهله، لان هي خصها تقوى. نهرسها وخصها نهرسوها حتى سخونه هانت باش كتهرس بسرعه ها انت. ونكملوا الكميه ديالنا هانت، وهي بسرعه ما في، ولكن ما خصش يكون فيها الماء. تمام ما خصش يكون فيها الماء والو هانت، حتى نكملوا داك الشيء اللي عندنا. ما كاينش شتي الطنجرة ما فيهش الماء والو. نسلق ديك المكاس نص كاس الماء اللي درتي كاين شوف الكوكوط، غير هي ديرها على نار هاديه باش تسلقها هانت صافي. ونمحكوها صافي. دابا نمحكو كل هكا، يمكن ما غاديش تقدني هادي، مي غادي هاد دابا هكا. دابا مين معكوها كامله تمعك مزيان مزيان، انا بصح غادي نجيب واحد الطبصيل وانا نقشتي شويه لان الكميه كثيره عندي هنا. سعيده زوز سعيده بقى اعمل حاجه بقى زوز، ما ينفعش. انا لسه نصح السل. ايوا معليش غادي نقص نقصو باش كل شيء يجي هكا هكا. ها هي شتي دابا هانت دابا، حيت علاش دابا خصني نمعكها، حيت مازال غنزيد ليها واحد 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 مسحوق اخر. غادي نزيد ليها كمون. هي هاد المعقوده كتبغي كميه ديال الكمون فيها. تمام حيت الكمون هو اللي كيجيبها زوينه. هانت دابا غناخذو كمون وغنزيدو فيها ملعقه كمون، نزيدو قدر ملعقه هنا هانت، وعاد نزيدو نكملو المعك تاعنا ونزيدو هنا هادي حتى هي ايوا، ونكملو المعك تاعنا. هي ساهله، هي خصك غير ما تخليش فيها الماء باش ما تطرطقلكش في القلب. صافي انت قلتي بغيتيها، حنا غادي تعلم زوز تعلم. دابا انت تعلم، انت اللي بغيتي تشوفها، انت اللي بغيتي تعرف هذا المعقول. شوف علاش ما تعلمش؟ علاش ما تعلمش؟ ها انت هيا كلها كتمعك، ها كلها غير هي خصك تسرع تكون سخونه الا 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 خليتيها بارده ما غاتمعكلكش بهذه الطريقه. تمام حتى السخونه باش كتمسك، لان ملي داخل ليك ما بارده ما غاتعرفش ملي غتبغي تجمعها ما تجمعهاش. وهذا علاش انت دابا كلشي تخلط من بعد ما طحنا كلشي. انا كناخذ هذه ديال لاكلاص باش كتسهل عليا العمليه تاعت الايس كريم. ايس كريم تبارك الله، باش كنت انا عندي باش كتسهل عليا الشغل. يعني حاجه طريقه لتسهيل الشغل وخلاص. كناخذ هذه ديال لاكلاص، كناخذ هذه اللي كنقطع بها العجينه، وكنعمل هكا كنعمر وكنعمل هكا وكنحط. ها سهله، ها شفتي ها تديرها انت. شوف كي دايره سهله. ها ها انت ميما ما تجيبي نجيب نجرب. طيب هكا وليتي ها كلشي بغيتي. ها انت ايوا دير هكا ودير هكا بحال اللي كتلعب ياك. ها انت دير هكا وحط سهله عليك هكا. يلا نشوف اش غادي دير. بابا انت بغيتي تلعب؟ استنى كده انا غادي نلعب.
هزها شي شويه شي شويه احمر عمرها عمرها شويه هز لا غير قدها لا باقي ما عندكش صافي هكا غادي تملس قدها لا لا سنة حق لا يا حق سنة ايوه معقوده دي ولا مش معقوده لا معقوده هذيك معقوده معقوده كاينه ولا مش كاينه لا كاينه يلا زيد وحده اخرى نشوف لا انا كده حلو كملي انت لا كلت يدك عايز اجرب بس جرب ازوز يلا يلا كله يلا كله جرب كل شيء باغي يتعلم عندي هنا بالكوزينه كل شيء باغي يتعلم شطوره يا زوز كوكو يا ناس ها انت شوف كوكو زيزو والله الدنيا بلاش والله الدنيا يا زوز يلا سير 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 هنا انت كتخليها مقدة هذه بطاطا ايس كريم والنبي واحد فراولة وواحد مانجا هذا هنا كلها هنا واش باغي تخدموا ولا باغي تلعبوا انتوا بحرقتوا اللعب نتاعو وفي الحقيقة قد دوزنا الوقت هذه احسن حاجة ماكينة تبارك الله سالينا من الماكينة ها انت دابا كنعفط عليه كل شويه هكا ونقدو باش يجي شويه باش يجي شويه مكور ما يجيش عالي فهمتي يجينا هكا على شكل القرص ايوه تبارك الله هو كيعرف اخويا هو كيعرف هل تنديرو هكا ودابا هاد المرحله شنو غادي نديرو هي سخونه غادي نمشي نوضعها في الثلاجه لمده ديال نص ساعه في الثلاجه الثلاجه نص ساعه نص في الفريزر ولا الثلاجه لا الثلاجه عاديه يبقى نص ساعه يبقى يبقى وعاد نجيو نديرو المرحله اللي خصنا نديرها دابا نص ساعه غادي نخليوه تسلم ايدك يا ميمي يا وبحال هكا اللي ما عندوش الثلاجه وما عندوش الفريزر يخليها تتبرد يجيب الشوشوار ويدير داك الدار يجيب البروشينغ يعمل لها بروشينغ المهم حنا غير كنهضروا عندك مشي دير شي واحد خلاص غنسيب نسيبها نص ساعه ونرجع لها ثاني بعد دابا كده انت عملتي ايه بعد نص ساعه ديال الثلاجه جبتو ها انت ودابا كندوزو في الدقيق دوزو في الدقيق كله دوزتو ها انت كله كندوزو في الدقيق دابا بحال هذا شبه الكحك عندنا لا كحك لا دابا مش كحك دابا الطاطا هادي اش من كحك كحك حلوه ايوا دابا شي حلوه هذا اكل دي اكله دي اكله الشكله شوفوا هي وهي اكله راه تقريبا شعبيه لان كتلقاها موجوده في الاسواق موجوده عندنا كيديروها كل واحد كيديرها بطريقه هذا جوج بيضات كنديروا واحد جوج بيضات ناخذوهم بحال هكايا اي جوج البيض باش غادي نغطسوه في البيض ونقليو داك دابا كي راه في البيض عشان يمسك ديما يقعش غادي ديروا له هكا واش كتجي تشوف غادي يجي انت كنتي باغي تشوفها دابا كنتي باغي تشوفها باش هذاك حنا كنوريوها لك ايوا شنو ها انت دابا نحطوه في البيض نستعملوه في البيض ونحطوه في الزيت ها انت دابا ها انت بسم الله ولع الدنيا دابا يتقلى اي تقلى انت دابا نديرو زيت تكون كثيره ما تكونش زيت قليله هو كيبغي زيت كثيره باش ما يتقليش كيبغي زيت تكون طالعه ديما هادو كيبغيو تقلاو زيت كثيره دابا شتي دابا نديرو هكا ونقليو حنا كنستعملو يدينا حنا عندنا كلشي باليد حنا غير بالقلم النهار اللي خلقنا يدينا مغسولين وهنا ها شتي دابا انت دابا انا غادي نبدا نقلب وغادي تشوفوا كي غادي وفي الساعه كتبقى جوعتوا الناس يا جدعان اش من جوعنا هي نقطه مهمه باش يكونوا بالنسبه للمبتدئين اما الناس اللي عارفين غير بالنسبه للمبتدئين الله يعرفوا هذا زعما هو كيعرف دائما يخدموا يديهم باش كيعرفوا تا هذا المعقوده واش تتمسكا ولا ما تتمسكاش ايوه ايوه بيدي ما جيت هزاها هكاك ما تعرفها واش تتمسكا كتحطها كتحب دابا هكا كلها بيدي وليد هي احسن اداه هي المقياس واخا غادي تحرقوا لهم دوك الانامين لا ما يتحرقوش غير يبعدوا هكا راه لان غادي يكون هكا ولكن احنا ما غادي واللي بغى يخدم هكا بيدي خصو يبقى لا ميني كيلو ولا مازيز كيلو ولا فوق خدمي يديه عاديه بالنسبه لي انا كنهضر على اما بالنسبه للناس اللي محترفين في هذا انت انا غادي نقلبها نقلبها هذه هاي شتي هي كنقلبها ما فيها شتي
ما كتعطيك ما والو، هذا تتحمر مزيان، هذا يتقلب هذاك الوجه يتحمر ونقلبوا له خليتيها انت الوشي الثاني. نقلبوا له الوشي الثاني في الديه ونخرجوها ذهبيه. ملي تولي ذهبيه داك اللحظه دابا شتي ملي كتكون زيت كثيره عايمه عليها ما كتخافش ما تطبق لك ما والو، ولكن الحكمه كلها في ديك نص ساعه ديال الثلاجه. ملي كتحطها في الثلاجه بتمسك اكثر. بتمسك اكثر. الثلاجه هي اللي كتبان لي كتبان لي على حساب. علاش كتكون سخونه وملي كتحطها في الثلاجه كيجيو من البرد بيناتهم وخصهم يتماسكوا باش يعطوا السخونيه. هذا هو اللي كاين. ايوا باهي حنا المهم حنا كنهضروا. هي دابا دابا غادي تقلى وغادي تشرب. كي جاتك المنظر؟ زوين زوين. ما انا بقول لك جوعت الناس. واش شتي الناس كاعوا كاع؟ ايوا غادي ها انت دابا تقلى تقلى ان شاء الله في الساعيه كتقلى. كنديروش النار مجهده باش ما كنشوطوش، كنخليو النار مهيله وكنقليو باش نشوطو كلشي. شتي؟ لان باش تاكلها طب من الداخل ملي كتكون اما لا كثيره معقوده والله الدنيا. تسلم ايدك يا ميمه والله. واش شتي ولدي؟ حبيبتي بالصحة ليكو. بالصحة للمتفرجين برضو يعني. وبالصحة ليكم تنتم ولدي. حبيبتي حبيبتي ما نحرمش منك والله. ايوه صحيح. اللي غادي ياكلها طب بصحة. طب هنعمل ايه طيب المرة الجاية طيب؟ ان شاء الله نفكروا فكرة ونشوفوا شوفوا مع ماما تقول لنا. انا نفسي اعمل حمص. تشربوا حمص الشام يا جدعان؟ يلا اعمل لنا الاكلة تاعك. على فكرة المشروب ده مشكلة خطير بجد والله، وكمان في الشتاء للناس اللي قاعدة في البرد بيدفي بطريقه ما اقولكوش يعني. ولكن انا ما نعرفش نديره. انا ديرهولك. انت تعرف ديره انت؟ اه صافي. تكلموا مع ماما. اكلم امي بقى وانا دير اي حاجه بقى خليها على الله. يلا نشوفكم على خير. يلا السلام عليكم.